أصدقائي حرف الألف بننطقه أ. أصدقائي أهلا بكم، أنا رانيا مصطفى. النهاردة جايبة لكم قصة جديدة هنتعلم منها حاجة مفيدة. كان يا مكان بين زمان والآن، كان في ولد اسمه تيمور عايش في قرية صغيرة. تيمور كان بيشتغل راعي للأغنام لأهل قريته. في يوم تيمور صحي الصبح وأخذ الأغنام للمراعي علشان يأكلوا ويلعبوا ويمرحوا. تيمور كان قاعد متضايق وحزين وقال أنا هعمل لعبة في أهل القرية. وهو قاعد فكر في فكرة وقال الحقوني الحقوني، الذئب جاي ياكل الأغنام، الحقوني. أهل القرية سمعوا تيمور وهو بيزعق، راحوا يشوفوا تيمور والأغنام في إيه. تيمور أول ما شاف أهل القرية عمل لهم كده ضحكت عليكم. أهل القرية بصوله قوي كده، الولد ده بيعمل كده ليه، وخدوا بعضهم ونزلوا. تاني يوم تيمور عمل نفس الفصل في أهل القرية، الحقوني الحقوني، الذئب هياكل الأغنام، الحقوني. أهل القرية راحوا عشان يساعدوا تيمور والأغنام من الذئب، لكن برضو ما لقوش أي حاجة. فتيمور ضحك عليهم وقال لهم ضحكت عليكم. أهل القرية نزلوا متضايقين جدا من تيمور، الولد ده ليه بيكذب. والمهم تيمور تالت يوم وهو قاعد بين الأغنام، الذئب جه وابتدى ياكل في الأغنام. تيمور قاعد ينادي على أهل القرية، الحقوني الحقوني، الذئب بياكل الأغنام، الحقوني. طبعا أهل القرية ما صدقوش تيمور لأنه عارفين إن ولد كذاب. أهل القرية بصوا في الساعة لقوا تيمور والأغنام اتأخروا، خدوا بعضهم وطلعوا علشان يشوفوا إيه اللي حصل لتيمور والأغنام. لقوا تيمور قاعد حزين ومتضايق ومش لاقيين الأغنام. أهل القرية سألوا تيمور فين الأغنام يا تيمور وقاعد حزين ليه؟ قال لهم أنا ناديت عليكم عشان تنقذوني أنا والأغنام من الذئب، بس أنتوا ما طلعتوش. قالوا له شفت يا تيمور، ده نتيجة غلطك، أنت على طول كنت بتكذب، فبالتأكيد المرة الثالثة لما تيجي تنادي علينا مش هنطلع لك لأنك ولد كذاب. أديك خسرت شغلتك، أنت لو كنت بتتكلم وبتقول الصراحة كنا أنقذناك، لكن أنت للأسف ولد كذاب. ومن هنا يا أولاد نعرف إن الصدق أهم شيء، ولازم نبقى صريحين في كل حاجة، لأن إحنا في يوم من الأيام لما هنحتاج حد يساعدنا ويعرف إن إحنا بنقول الصراحة يبقى هيساعدنا على طول، لكن لو كنا بنقول الكذب عمر ما حد هيساعدنا. يبقى أهم حاجة إيه؟ الصراحة والصدق. وتوتة توتة فرغت الحدوتة، وأشوفكم في قصة جديدة. بس أصحابي ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وأشوفكم في قصة جديدة. باي.